جائزة أفضل فيلم يقدمها المخرج أحمد مدحت. الحقيقة أنا سعيد إن أنا بقدم جائزة أحسن فيلم، جائزة مهمة جدا، وطبعا احنا عارفين قد إيه الفيلم بيقعد مدة طويلة، بيبقى حلم صحابه كلهم وقاعدين يفكروا فيه مدة طويلة. المهم اللي بيتنافس على جائزة أفضل فيلم 6 أفلام. الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم: الأصليين، الخلية، الكنز، شيخ جاكسون، فوتوكوبي، مولانا. لهم أفلام حلوة. أحسن فيلم تذهب إلى فيلم الخلية. الطعم الفيلم كله يطلع. متفاجئ ان طارق النهارده، طارق في العاده يا جماعه ما بيتكلمش خالص في الحفلات والحاجات اللي زي كده، هو ممتنع تماما، وانا النهارده اتفاجئت. احنا كلنا طبعا، واستاذ طارق وكل الفريق العمل اللي دربنا واللي خلانا نعمل الفيلم بالشكل ده، هم مجموعه من ضباط الداخليه، ضباط العمليات في الداخليه، لان احنا استخدمنا ذخيره حيه في الفيلم ده علشان نحاكي الواقع. الأربعة من اللي كانوا بيدربونا في الفيلم استشهدوا في حادثة الواحات، فأنا كلنا طبعا بنهدي الجائزة دي لروح الشهيد عمرو صلاح وزمايله اللي توفوا في حادثة الواحات، واللي هم كان ليهم أكبر الفضل إن الفيلم يطلع بالشكل ده. الجائزة دي لروحهم. شكرا.